بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة بعنوان Clinical Examination of Cardiovascular System in Animals. فحص السريري للجهاز القلب الوعائي أو جهاز الدوران. في البداية نتعرف نبذة عن تشريح أو نذكركم بتشريح الكارديوفاسكولار سيستم. يتكون لنا من جزئين تركيبيات مهمة، واحدتين تركيبية مهمة وهي القلب والأوعية الدموية. Both of which، اثنيناتهم الاثنين القلب والأوعية الدموية، تعمل على إدامة دوران الدم اللي في الجسم وبالتالي تغذية الأنسجة والخلايا بالأكسجين وأخذ ثاني أكسيد الكربون، تجهيزها بالفلويد، الكترولايتس، النيوترينتس، طرح الويست برودكتس بين البلد اند ذا تيشو فلويدز اند سيل. هذا هو تشريح القلب. الجهة الأيمن تتكون لنا من رايت أتريوم اند رايت فنتركولار، الجهة اليسرى تتكون لنا من الليفت أتريوم اند ليفت فنتركولار. البولمينري أرتري اللي يخرج لنا من الرايت فنتركل، والبولمينري فين اللي يدخل لنا الليفت أتريوم، والأورتا اللي يخرج لنا من الليفت فنتركل. فحص الجهاز القلب الوعائي يبدأ بفحص القلب الهارت. الهارت the position of the heart within the thoracic. أين يقع القلب؟ يقع لنا بين الضلع الثالث إلى السادس، ويقع على الجهة اليسرى. occupies ويحتل الجانب البطني the ventral half of the thoracic. In the lower two-third of the thoracic cavity between the third and sixth vertebrae، بين الضلع الثالث إلى السادس. ومثبت بواسطة الأوعية الدموية الكبيرة large blood vessels which transverse the mediastinum and its apex lying in the midline towards the sternum slightly towards the left. هذه الصورة توضح لنا location of the heart on the left side. وصورة أخرى أوضح وضح لنا وقوع القلب أو مكان تواجده في الجهة اليسرى. وحتى هذه تشير لنا من يريد واحد يسوي اسكلتيشن وين يسوي اسكلتيشن بالنسبة للقلب أو التسمم. هذه يوضح لنا بصورة أكثر الأتريوم الفنتريكولار of the heart. بالنسبة لفحص القلب مثل ما تطرقنا سابقا أكو فحوصات فيزيائية. هذه الفحوصات الفيزيائية شرحناها سابقا بالمحاضرات السابقة. أهمها في فحص القلب هي inspection النظر من بعيد، palpation التلمس، percussion التحسس، auscultation التسمع. All of these techniques can provide information، لكن but auscultation التسمع is the fundamental component of the examination of the heart. أفضلهم هو فحص التسمع. بالنسبة لي الانسبكشن، inspection visible evidence of the contact of the heart with the chest may be obtained by observing the so-called apex beat of the heart causing، نشاهد في حركة بسيطة منطقة الابيكس بيت of the heart واللي هي تقع بين الضلع الخامس والضلع السادس intercostal space. فممكن ان احنا من بعيد ننظر الحيوان ممكن ان نشوف حركة بسيطة في هذه المنطقة، وهاي ممكن ان نشوفها عن طريق الانسبكشن. فحص الثاني البالبيشن التلمس، نجي خلينا ندفع الرجل اليسرى الى الامام او الفرونت ليج الايسر، ونخلي ايدنا ونجي نسوي palpation ونتلمس المنطقة. may be done to detect palpation vibration اذا كانت هنالك اهتزازات or thrill exists with the cardiac cycles. palpation is performed by placing the fingers on the palm of the hand over the anatomical area of the heart. اما بالنسبة الى البركوشن، البركوشن الطرق او القرع is limited، شرحناه المحاضرات السابقة، أخذنا القرع كفحص فيزيائي مهم. فالقرع هنالك مثلث القرع وهناك منطقة قرع القلب اللي تنطينا صوت dull sounds في حالة القلب.
Percussion is limited value in examination of the heart because most of the heart underlies the muscles. الإنان الفحص يكون قليل الأهمية لأنه تعرفون الجدار الصدر يحتوي على عضلات وبالتالي هاي جدار العضلات راح يقلل من الأصوات اللي تظهر لنا من القلب. أهم الفحوصات هو الأسكولتيشن. Auscultation of the heart will perform to determine the normal and abnormal sounds. ممكن أن من خلاله نعرف الهارت ريت، عدد ضربات القلب، الرتم، النسق مالتها وشدتها intensity of the heart sounds. هنالك regulation بالنسبة لفحص القلب. الregulation هي أنه لازم أن نحصل على the optimum auscultation sites are the fourth and fifth left intercostal space. Manual extension of the forelimb scan. وإذا ما حركنا القدم الأمامية إلى الأمام ودخلنا السماعة وثبتناها بصورة جيدة ممكن أن نحصل على أحسن الأصوات القلب نسمعها. نضع التشي سبيس بيس قطعة الصدر on the of the stethoscope must be pushed firmly against the skin under the left elbow and triceps muscles with light pressure. Examination should be conducted in a quiet environment. لازم نفحص القلب، لازم أن يكون هنالك يتواجد الحيوان في مكان هادئ حتى نعرف أن نسمع أصوات القلب. هذه هي مناطق تسمع القلب، وضع السماعة الطبية، وبالضبط المكان. الصورة الأخرى توضح لنا المكان اللي نسمع به القلب. أما بالنسبة إلى أصوات القلب، الأصوات القلب من حول نوضعها نسمع صوت يسمى دب باوس لب دب لب باوس دب لب باوس دب دب دب. إذا تجربون تأخذون السماعة وتضعوها على منطقة الصدر، بما أنه الآن في نعيش في جائحة كورونا وماكو ما نقدر نوصل إلى الحيوانات، فأي واحد عنده سماعة طبية يجي يضعها على منطقة الجهة اليسرى للقلب مالته ويسمع أصوات القلب، راح يسمع صوت الدب لب باوس توقف، صوت الدب لب بعدين توقف. منين يجينا الدب واللب؟ هي عبارة عن الهارت سايكل، هي دورة القلب. إذا normal heart sound there are four sounds of the heart. The first and the second sounds are clearly audible in all normal animals. A third and fourth sounds may be heard in normal large animals, particularly in horse. First sounds like lab, it is associated with the closure. أول صوت اللب هو عبارة عن إغلاق الأتريوفنتركولار valves أو اللي نسميه material and tricuspid valve. Material and tricuspid valve. أما بالنسبة إلى الصوت الثاني second sounds like dub, it is associated with the closure of the aortic and pulmonary valves. Third sounds associated with rapid filling of the ventricular in early diastole. Fourth sounds associated with the atrial contraction, مع تقلص الأتريا. هذه هي diastole يحدث معها اللب، systole تصير عملية بساط، aortic valve pulmonic valve راح يصير بها contraction، وبالتالي ايش راح يصير لنا؟ راح يصير عندنا diastolic اللي هي تسبب لنا حدوث تؤدي الى سماع صوت الدب، وهذه الفتره بيناتهم هي الباوس. اذا S1 S2 وهي ما نلاحظه ايضا بالاي سي جي تخطيط القلب الكتروكارديوغرافي. الأصوات الغير طبيعية بالنسبة للقلب abnormal heart sounds may be originated from the heart due to endocardial lesion and related to the cardiac cycle or from overpowered normal heart sounds and not related to the cardiac cycle. Cardiac murmurs أصوات تطلع غير طبيعية نسميها murmur are audible vibration transmitted of the surface of the thoracic wall caused by turbulent blood flow inside the heart due to endocardial lesion. هذه دائما من تكون هنالك آفات في الاندوكارديال تظهر لنا المورمر ساوندز ابنورمال اورفيس يصير غلق غير طبيعي بالنسبة للصمامة. Cardiac murmur can be described according to the cardiac cycles of أما systolic murmur or diastolic murmurs or continuous أو المستمرة. بالنسبة للسيستوليك مارمرز
لاحظوا ان الاسهم اللي باللون الازرق منين تنطلق ومنين تحصل لنا occur during systole due to insufficiency in the atrioventricular valves. اما بالنسبه للدايستوليك مارمر occur during diastole due to insufficiency in the mitral or pulmonic valves. اما بالنسبه للصوت الاخر المارمر وهو The continuous murmurs begins in the systole and continues into diastole. It occurs in the presence of abnormal orifice. هنالك فتحات غير طبيعية بالقلب. As ductus and atriosus defect where there is continuous shunting of blood from aorta to the main pulmonary artery. أما بالنسبة للpericardial fraction كأنما واحد عقد ورقة بالبريكارديال ريب. This is audible vibration heard over the thoracic produced by friction occur with movement of the heart in an inflamed. يعني القلب المفروض يتحرك فيه سوائل ما بها أي سوائل خلايا التهابية. من يكون هنالك التهاب راح يصير السطح خشن بين القلب وبين البريكارديوم، وبالتالي حركته راح يسوي لنا يولد لنا أصوات فريكشنال ساوندز وتأثر لنا وهاي تظهر في الهارت سايكل. أما بالنسبة للتينكلينج ساوندز this is sounds heard in the cardiac area indicate the presence of غازات on the surface of fluids enclosed in the pericardial sacs. The sounds will be as fluid splashing كأنما واحد يرش ماء washing machine أو غسالة الملابس muffled sounds. أما بالنسبة للصوت المختفي muffled sounds the sounds occur due to an increase in the volume of the pericardial fluids pericardial effusion وبالتالي يحدث ضربات القلب تكون كميات كبيرة من السوائل متجمعة على القلب تحجز صوت القلب من أن يضحك. يجب أن نعرف أيضا الهارت ريت. The heart rate is determined by counting the number of beats per one minute. هذه عدد ضربات القلب الطبيعية اللي أيضا أخذناها عندما أخذنا الهارت ريت. فالهورس 28-46 فول 60 إلى 100 دائما الحيوانات الصغيرة أكثر عدد ضربات القلب من الحيوانات الكبيرة بالعمر. عندنا بالكمل 25-50 بالكات 110 إلى 130 بالدوغ 65 إلى 90. أما بالنسبة للشيب والقوت فهي 70 إلى 90 وبالنسبة للكاتل 60 إلى 80. الآن نجي على الأبنورمال هارت ريت. أبنورمال هارت ريت ضربات القلب الغير طبيعية. أما تكون تكي كارديا السرعة في ضربات القلب. It is marked increase in the heart rate. أما البرادي كارديا فهي قلة في عدد ضربات القلب. بالنسبة للهارت رثم نسق ضربات القلب. The normal rhythm of heartbeat ذكرناها is in three time and described as lab dab pause lab dab pause. فإذا ما حدث اختلاف أو توقف مثلا lab توقف بسيط dab وماكو pause بهذه الحالة مباشرة فمعناها أكو اختلال في نسق أو الرثم of heart rhythm. بالنسبة للheart intensity the intensity or loudness of the heart sounds depends on the strength of the heartbeat, the thickness of the thoracic wall, the presence of any factor which interferes with the enhanced or the transmission of sounds from the heart to the stethoscope. من النقاط المهمة اللي يجب أن نبحثها بالحيوانات هي jugular vein لأنه مرتبط بالجهاز القلبي الوعائي ودائما يحدث تضخم أو حالات مرضية في jugular vein إذا ما كانت هنالك أمراض في الكارديوفاسكولار سيستم. فالجيولار بين مهم فحصة بالحيوانات بسبب أنه واحد من الكريتيريا المهمة اللي نبحثها لتشخيص الكارديوفاسكولار سيستم. جيولار بين بريسنس in the subcutaneous and the jugular furrow or both sides of the neck موجود في منطقة الرقبة. Examination of the jugular vein provides يجهزنا ويزودنا a valuable indication of the functioning of the right sides of the heart. Examination include a jugular pulsation, several events in the cardiac cycle cause pulsation in the jugular vein. It may be physiological help or neck or pathological full neck. عندنا
أول حالة normal or negative jugular pulsation, physiological jugular pulsation. It occurs during the early part of the systolic phase of the cardiac cycle when the blood being temporarily unable to enter the contracted right atrium is demand back in the jugular vein. فهذه ما يوصل لنا إلى نهاية الفك. هذه نسميها normal or negative jugular pulsation. أما بالنسبة لهذه الصورة فهذه الصورة توضح إن البوزيتيف جيجولار بالزيشن اللي أو نسميه ترو جيجولار بالزيشن اللي تحدث بالحالات المرضية نسميها باثولوجيكال جيجولار بالزيشن. It consists of typical pressure wave run forward from the thoracic lid the angle of the mandible وتوصل لنا إلى نهاية المندبل. It occurs during cardiac stall in the case of tricuspid incompetency because يحدث لنا خاصة في congestive heart failure ويحدث بصورة شائعة جدا في حالات الأبقار التي تعاني من traumatic reticular pericarditis. False jugular pulsation it is associated with transmission of the pulse from the underlying carotid artery. هنا النبضات الفولس ما تجينا من الجيجولار فين وإنما تأتينا من الكاروتيد أرتري اللي هو فوق يقع الجيجولار بالسيشن بجيجولار فين. Through the jugular vein it is noted in severe emaciated animal لاحظة بالحيوانات الضعيفة جدا and can be easily differentiated from the true jugular pulsation بواسطة عملية الضغط with the thumb if pulsation continuous then they are associated with the transmitted carotid pulse. Jugular engorgement of the venous stasis, negative jugular engorgement if the vein is compressed إذا ما ضغطنا على هذه دائما نستعملها في حالات جمع الدم لازم نضغط على jugular vein حتى يكون واضح عندي حتى أسحب. If the vein is compressed لو ضغطنا على vein digitally in the mandible or the neck and becomes extended above the pressure point because of the accumulation of blood whereas the section below the pressure points will become empty. هذه هي طريقة فحص الجيجولار بولسيشن شلون واضح بالبقرة هذه وأيضا واضح بالبقرة الثانية. When jugular is become visible distended from the upper end it occurs in the right sided congestive heart failure قصور القلب الاحتقاني الجانب الأيمن pericarditis التهاب القلب pericardium endocarditis and myocarditis. من الأمور المهمة اللي نحتاج فحصها عندما نفحص الحيوان وتعطينا دلالة عن الكارديوفاسكولار سيستم هي فحص الكابيلاريز. وين هاي تتوقع تتواجد الكابيلاريز تتواجد لنا على السكليرا of the animal of the eye of the animal. Sclera is the best place to examine the peripheral capillaries. The capillaries on the sclera may be normal contain enough quantity of venous blood or abnormal as well. إذا كانت غير طبيعية when the sclera appeared radiant or to the, and the capillary filled and corrugated with the blood empty تكون فارغة في الحديد من الحالات اللي عن الحيوان من عندها من فقر دم أو غزو طفيليات مثال على ذلك ثلاريا بيبيزيا. Capillary refilling times capillary refilling times is examined through the oral mucous membrane gingiva gum. It is useful indicator of perfusion of perfusion of peripheral tissue and the state of cardiovascular system. Normal filling times is 1 to 2 seconds. هذه عندما نفحص الميوكوس ممبرين وتكون فارغ بالإضافة إلى مثلا وجود هنا إكتراس فهذا يشير لنا على وجود حالة مرضية مثلا بابيسيا أو ثلاريا أو حدوث خلل في كمية الدم. Thank you.